عندك احفاد؟ لا انا ما متزوجه. حبيبي توقعتش متزوجه وعندك احفاد؟ لا لا بس احسن شيء تسوي انت ما متزوجه. قسمه نصيب. عفوا عليك والله بطل مشترى راحت بالك. الحمد لله. وش الموظفه حضرتك؟ حاليا متقاعده. كنت معاونه مال الاعداديه. ما شاء الله. شلون توصفين الخزين هذا السنوات اللي بالكادر التدريسي؟ احلى ايام حياتي. شو تشوفين الطالبات والطلاب تغير يعني تغير تغير شوي يعني هاي البرامج والموبايلات وهذا شوي غيرت الطالبات غيرت سلبيا لو ايجابيا؟ لا طبعا سلبيا شويه. يعني قبل كان احسن وياخذون من عندنا مثلا احنا كان قبل التدريس غير شكرا في التدريس يعني معاونه مع الاعداديه فيتقبلون من عندنا مثلا وعظ وهذا فيتقبلون من عندنا الطالب نصيحه الحكايه الخشنه العين الحمراء تمشوا يا الطالبات. لا ما عندي عين حمراء يعرفوني كلهم طيبة. ام الحنونه كلهم يعرفوني بالام الحنونه. عمري والله. زين وشنو اللي تغير هسه؟ هسه تغير مو قلت لك هذه البرامج والحريه وشلون صارت اطباع الطالبات؟ طلعت بالعشرين فيعني سلوكهم هسه اللي دا اشوفه لان موبايلات وحقهم واطلاع اكثر فيعني اذا لازم يواكبون همينه لازم يواكبون الطالبه لازم تواكب يعني من هاي البرامج من صارت مع الكورونا وهذه التهوب بالموبايلات فهذا قصدي من عنده انه التلاحم بالعائله الانضباط اكثر كان حرصنا احنا اكثر يعني هسه احنا كنا كلش حريصه كنت بالمدرسه على طالباتي على هذه فكنت كلش حريصه عليهم. صح. اي بما انه حضرتك يعني ما شاء الله انه خزين من السنوات مريتي بيه مع طالبات وبشكل مستمر وخرجتي اجيال، شنو تشوفين الطالبه هذه المرحله اللي بتكون يعني مفصل بين المراهقه وبين الوعي، يعني انا اليوم من ادخل اعداديه اكون بعدني بسن المراهقه ومن اتخرج اروح كليه انا واعيه، فهذه المرحله جدا خطره. ومقبله لهواي اخطاء. هنا دائما التقي ويا طالباتي. بالصدفه يعني دائما التقي ويا طالبات نفس المنطقه وهذه فدائما يقولوا لي انت كنتي امنا اختنا وكنتي يعني تنصحينا فمن نزعل من عندك ليش؟ لانه المدرس لازم شي يصير لازم يصير ويا الطالب كانه ام كانه صديق لا يتمادى فد مره ولا يصير فد مره يعني هو صاحب القرار صاحب الشخصيه فيخلي التلاحم يخلي يبعد عن الفساد يبعد عن كل شيء يبعد عن يوضح له الصح من الخطا كانت ايام يعني عندنا ست شاغر مثلا سد ايام الشباب احنا شو نسوي؟ نروح نعطي وعظ للطالبات نفهمهم ندرسهم يعني هيك مو شرط بس هذا اي بمحبه يعني اكتملت وبالتعاون يعني تشوفين الطالبات سوي عمل شعبي الكل ايد بايد ولهذا اللي نجحت بحيث من طلعت من المدرسه الكل بكت علي طالباتي. اسالك سؤال وحضرتك مع ام ضد؟ حضرتك مع ام ضد انه لازم الكادر التدريسي يكون ملم بنفسيه الطالبه وتحتويها المعلمه او المدرسه، يعني تكون هي بمثابه شخص من افراد الاسره، ما تكون فقط تعليم لانه اصلا اسم وزارتنا هي تربيه وتعليم، دائما احنا نشوف انه اكو مدرسات متسلطات بحيث تكره الطالبه بالمدرسه باكملها، فحضرتك مع ام ضد انه تكون المدرسه تربيه وتعليم؟ طبعا تربيه وتعليم. اني فد مره احنا نعطي النتائج الراسبه ما نعطيها بايديها الا يجي ولي امرها. نعم. الا يجي ولي امرها فاستنتجت انه بعدين الطالبه قالت لي استعوفيها النتيجه ليش؟ قالت لي اني منفصلين اهلها وهذه فتعايشت وياها قلت اني امك اني ما اعرف شنو وياها وياها تخرجت من الكليه اذا هي تسمعني الطالبه حياتنا اي والله فيعني شنو المدرس ينطي حافز يلم بمشاكل الطالب يزرع بذره بقلب الطالب والطالب اي هذا المقصود كفيل انه يزرع البذره صحيحه او غير اي بالضبط شكرا هلا حبيبتي نورتي فدوى العيون نشوفك بخير يا امين سلمينا عليك الله يسلمك الف هلا مع السلامه فدوى الوجه.